السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة فريق النصر ضد فريق الهلال في نهائي كأس موسم الرياضة 2024، والقنوات الناقلة لهذه المباراة، حيث تمكن فريق النصر في الفوز من المباراة الأولى على إنتر ميامي ب6-0، فيما فاز الهلال في المباراة الأولى على إنتر ميامي ب4-3، ليتقابل بذلك النصر والهلال في المباراة الأخيرة لتحديد بطل كأس موسم الرياض، وذلك يوم الخميس 8 فبراير 2024 على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المرتقب أن يتم نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس الشتي المفتوحة.